أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. صدق الله العظيم. الحب إن ملك النفوس أعزها، والعاشقون لربهم علماء. الأصل في الدنيا المحبة والهدى، لولا الهدى لم تخلق الأشياء. كونوا على هدي الطريق يعزكم رب الورى، هذا هو الإهداء. ليس العطاء المال عند أولي النهى، العلم عند الموقنين عطاء. أيها الأحبة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هذه الرحاب الطاهرة العامرة، رحاب مسجد فاطمة الزهراء بمدينة نصر في محافظة القاهرة، نعيش هذا اللقاء الإيماني المبارك، حيث اليوم الثالث من اللقاء في الأسبوع الثقافي الرابع الذي أطلقته وزارة الأوقاف المصرية برعاية كريمة مباركة من صاحب الفضيلة معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الذي نقدم له التهاني والتبريكات بمناسبة تجديد القيادة السياسية الرشيدة لدولتنا، الثقة في شخصه الكريم وزيراً للأوقاف. سدد الله خطاه ووفقه لنشر دين الله بما يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الأكارم، هذا اللقاء يحمل عنوان الإيمان وأثره على الفرد وعلى المجتمع. يحضر معنا هذا اللقاء من علماء وزارة الأوقاف فضيلة الشيخ عبد الباسط عمارة مدير إدارة شرق مدينة نصر، وفضيلة الدكتور ربيع غازي مفتش إدارة شرق مدينة نصر. كلنا ضيوف على الله تبارك وتعالى في مسجد فاطمة الزهراء مع إمامه وخطيبه فضيلة الدكتور محمود الأبيدي. لقاؤنا بمشيئة الله تعالى يتضمن تلاوة للقارئ الشيخ عبد الرحمن حافظ، وكلمة لفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد ربيع عميد كلية الدعوة الإسلامية سابقاً بجامعة الأزهر، وفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري عميد كلية أصول الدين بالأزهر الشريف سابقاً، ويختتم بابتهال للمبتهل الشيخ محمد الجزار. أيها الأحبة الأكارم، جاء رجل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: قل آمنت بالله ثم استقم. وكما ورد، الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. لذلك ما أحوجنا أيها الأحبة الأكارم أن نرى الإسلام والإيمان والإحسان متجسدين في أقوال وأفعال وسلوك ومعاملات الناس. أيها الأحبة الأكارم، قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً لعبد الله بن مسعود: يا ابن مسعود،
اقرأ علي. قال: أأقرأ عليك يا رسول الله وعليك أنزل القرآن؟ قال: يا ابن مسعود، إني أحب أن أسمعه من غيري. هيا بنا نحب ما كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى مائدة القرآن الكريم مع هذه التلاوة المباركة من فضيلة القارئ الشيخ عبد الرحمن حافظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم تغابن. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أصحاب النار خالدين فيها أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير.
ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإن ما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا
قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح إذا فسبح بحمد ربك واستغفره فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. اقطع زمانك بالقرآن تفهمه، وما أتى عن رسول الله من كلمي، واطرق مجالس قوم ليس عندهم سوى المآثم من فعل ومن كلمي. استمعنا أيها الأحبة الأكارم إلى هذه التلاوة المباركة من فضيلة القارئ الشيخ عبد الرحمن حافظ، ونحن هنا في هذه الرحاب الطاهرة العامرة في مسجد فاطمة الزهراء في مدينة نصر بمحافظة القاهرة، نعيش هذا اللقاء الإيماني ضمن الأسبوع الثقافي الرابع الذي أطلقته وزارة الأوقاف المصرية برعاية كريمة مباركة من صاحب الفضيلة معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. لقاؤنا يحمل عنوان الإيمان وأثره على الفرد وعلى المجتمع. ولقد سئل حكيم: متى تكون الطهارة صحيحة؟ قال: اغسل قلبك قبل جسدك، ولسانك قبل يدك، وأحسن الظن في الناس. ما دام لك عينان فلماذا ترى الناس بأذنيك؟ اسمع من الناس ولا تسمع عنهم. ليس عليك إسعاد كل الناس، إنما عليك ألا تؤذي أحدا من خلق الله. تحت عنوان الإيمان وأثره على المجتمع يحدثنا فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد ربيع، عميد كلية الدعوة الإسلامية في جامعة الأزهر الشريف سابقاً فتح الله عليه فتوح العارفين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وملائكته، وأمرنا بأن نصلي عليه دائما أبدا، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد، ما طلعت علينا شمس أو غربت، ما تحركت فينا الدماء أو توقفت، ما هبت على كوننا هذا رياح أو سكنت، ما سالت في بحرنا قطرة مياه أو تجمدت. صل اللهم على حبيبك ونبيك سيدنا محمد صلاة تنير لنا الطريق في الدنيا، فنبصر على آثارها الحلول الميسورة لمشكلاتنا الكثيرة، وصلاة تنير لنا الطريق يوم القيامة، يوم يسعى نور المؤمنين بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في الدنيا عند حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا في الآخرة على سرر متقابلين. في هذا المسجد المبارك الذي أرتبط به نفسيا منذ كنت طالبا وأسكن المدينة الجامعية، وكنا نأتي إلى هذا المسجد لنستمع إلى مولانا الدكتور الحسين أبو فرحة عليه رحمة الله، وهو يخطب الجمعة في هذا المسجد، وهو مسجد مبارك له أثره، وتخرج من هذا المسجد كثير من أبنائنا، لا داعي لأن أذكر أسماءهم، والمسجد أثر فيهم علميا وفكريا، وكان له يعني التشجيع الكبير في خلق علماء، فجزى الله القائمين على هذا المسجد. وأيضا في هذا الحراك العلمي الذي تقيمه وزارة الأوقاف، نوجه الشكر إلى الوزارة وإلى معالي الوزير لاهتمامه بهذا الجانب العلمي ونشره. أما موضوعنا عن الإيمان، فأولا أنا أعتذر إن تقدمت بالكلام على شيخي فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري، فهو شيخ المفسرين، وأهل التفسير يقدمون على غيرهم في كل مجال لارتباطهم بالقرآن الكريم. الإيمان، أنا مؤمن وأنت مؤمن، ينشأ منا مجتمع. ما هو أثر هذا الإيمان على المجتمع؟ ما هو الأثر الذي يحدثه الإيمان على المجتمع؟ لو أن كل إنسان يعيش بمعزل عن الناس لا ينفع ولا ينتفع، فلن يقوم المجتمع، وإنما لابد للإيمان أن تكون له ثمرة على المجتمع. أنت تؤمن، أنت تتعبد، ما الذي يعود على الآخرين من خلالك أنت كمؤمن؟ الإيمان له أثره الكبير في المجتمع، ونقف مع ثلاثة آثار مهمة. الأثر الأول، أثر الإيمان في وحدة المجتمع. أثر الإيمان في وحدة المجتمع. الإيمان يدعو إلى الوحدة وعدم التفرق، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
والذي أصاب الأمة في مقتل في عصرنا الحاضر هو التفرق، وهو التشرذم، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، ولم يلتفتوا إلى قول الله تعالى: والله يعلم المفسد من المصلح. الكل يظن أنه في الإصلاح وعلى الإصلاح، ولا يدري والله يعلم المفسد من المصلح. الإسلام يدعو إلى الوحدة، إلى وحدة المسلمين بعضهم ببعض، وعدم التفرق وعدم التشرذم. فإذا ما كان المسلمون أمة واحدة دون اختلافات، فإن ذلك يؤدي إلى قوتهم أمام غيرهم. الأثر الثاني للإيمان هو التحرر، أن الإيمان يبعث في المجتمع التحرر، فلا يخضع بعضه لبعض على وجه الاستعباد، ولا يخضع بعضه لبعض على وجه الاستبداد. وليس لإنسان كائناً ما كان أن يفرض رأيه عن المجتمع بعيداً عن شرع الله سبحانه وتعالى. الله أنزل شرعاً، ولذا المتربصون الآن يقولون أشياء ضد الأوامر الدينية وضد الثوابت الدينية. الله يقول: فاستقم كما أمرت، لم يقل استقم كما تهوى ولا كما تحب، وإنما قال: فاستقم كما أمر. الإيمان يجعل الإنسان في عزة ومنعة، لا يخشى إلا الله ولا يخاف إلا الله، وبالتالي لا يخضع بعضه ببعض استبداد أو استعباد. الأثر الثالث للإيمان في المجتمع هو رعاية المحاويج، رعاية المحاويج. والإيمان يربط بين الإيمان لله سبحانه وتعالى وبين رعاية المحاويج. الله سبحانه وتعالى يقول: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ من الذي يكذب بالدين؟ أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. جعل الله سبحانه وتعالى عدم رعاية اليتيم وعدم رعاية المسكين جعله تكذيبا بالدين. والإيمان باليوم الآخر يغرس في نفس الإنسان رعاية المحاويج والمساكين. انظر إلى النجاه يوم القيامة: فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا. وهنا يمكن الوحيدة والشيخ عباس يعلمنا ما فيهاش وعملوا الصالحات، كل الآيات الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هنا لا. الذي ليه؟ لأنهم عملوا الصالح قبلها من الإطعام وفك الرقبة وغيره، ده هو عمل الصالحات. أيوة، يربط الإسلام بين الإيمان بالله واليوم الآخر ورعاية المحتاجين، يربط ذلك في قول الله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، ما السبب في دخولكم سقر، قالوا لم نكن من المصلين، أول صفة، ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين
وكنا نكذب به. والنبي صلى الله عليه وسلم يربط بين الإيمان ورعاية الآخرين المحتاجين حينما يقول والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من بات شبعان وجاره إلى جنبه طاوٍ أو جامع أو جائع. هذا هو الإيمان الذي يعلي من شأن المجتمع ويرفع المجتمع. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. استمعنا أيها الأحبة الأكارم إلى هذه الكلمة المباركة تحت عنوان أثر الإيمان على المجتمع، من فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد ربيع، عميد كلية الدعوة الإسلامية في جامعة الأزهر الشريف سابقاً، ونحن هنا في مسجد فاطمة الزهراء في مدينة نصر بمحافظة القاهرة، نعيش هذا اللقاء الإيماني المبارك ضمن الأسبوع الثقافي الرابع الذي أطلقته وزارة الأوقاف المصرية برعاية كريمة مباركة من صاحب الفضيلة معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. أيها الأحبة الأكارم، قال سفيان بن دينار لأبي بشير: يا أبا بشير، حدثنا عن أعمال من كان قبلنا. قال يا سفيان: كانوا يعملون قليلا ويؤجرون كثيرا. قال: ولما؟ قال: لسلامة صدورهم. تحت عنوان أثر الإيمان على الفرد يحدثنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين في جامعة الأزهر الشريف سابقا، شرح الله صدره ونفعنا بعلمه. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله رب العالمين حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونصلي ونسلم على خاتم رسله وصفوة خلقه سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. حضرات السيدات والسادة، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأرحب بكم جميعا في هذا اللقاء المبارك، شاكرا الإدارات المختلفة التي أشرفت على هذا الموسم الثقافي الفكري، والشكر موصول لراعي هذا الموسم معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل هذا العمل من الجميع، وأن يجعل هذا الوقت الذي تقضونه استماعا للعلم في موازين حسناتكم. حقيقة ما قاله شيخنا فيه الكفاية، والله الموفق للهداية. وإن كان لي من كلمة فهي من نافلة القول: الإيمان وأثره على الفرد. الفرد عضو في المجتمع،
والمجتمع لا يقوم بناؤه ولا يكمل بنيانه إلا بأفراد صالحين مؤمنين. والفرد المؤمن هو الذي يمثل العضو الناجح الصالح الذي يبني ويعمر ويرقي الحضارات ويقف حائط سد أمام أي محاولة للفساد أو الإفساد، لأنه فرد آمن بالله وحقق إيمانه به وعلم أنه لا قيمة لحضارة تزهل عن الإله الواحد أو تتنكر للإله الخالق، إذ ما قيمة الحياة للإنسان إذا انفصل عن إيمانه وابتعد عن هدي ربه. إنه إنسان سيصاب بالقلق والاضطراب والمرض النفسي، أما الفرد المؤمن فهو إنسان قد استوت شخصيته واستقام سلوكه، وذلك من خلال النور الذي طمأن فؤاده وعمر قلبه. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال ربنا سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إن الفرد المؤمن يمثل صمام أمان للمجتمع الذي يعيش فيه، فهو مواطن صالح ينطلق من منطلق إيماني فيحمي وطنه ومجتمعه. ومن هنا ورد في الأثر عن بعض الحكماء أنه قال: إذا أردت أن تعرف قوة إيمان المرء فانظر إلى مدى حنينه لوطنه. فإن كان المواطن مؤمناً حقاً تملك الإيمان عليه قطرات نفسه، فإننا سنجده يحن إلى التراب الذي تربى عليه ونشأ فوقه والهواء الذي تنسمه. هذا هو الفرد المؤمن الذي يعطي بإيمانه فيقوى المجتمع به. إنه فرد عامل في شتى ميادين الحياة، مثله كمثل شجرة مثمرة تعطي أكلها كل حين بإذن ربها. فالإيمان ضرب الله له مثلاً في القرآن الكريم، فقال سبحانه: ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. أيها السادة الفضلاء، إن إيمان الفرد إنما ينبثق من دوحة التوحيد، تلك الدوحة التي عبر عنها أسعد الخلق سيدنا محمد بقوله: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فحبك
لأفراد المجتمع الذي تعيش فيه أمارة على أن قلبك قد أصبح عامراً بالإيمان، وأصبحت أنت كعضو صالح وكفرد صالح أصبح حالك في العطاء كحال مصباح الكهرباء الذي توقده فيضيء ما حولك، ولولا اتصال الكهرباء بأصلها على موجة التيار ما نورها يسري. أيها السادة الفضلاء، حققوا إيمانكم بالله كأفراد، وربوا أبناءكم وبناتكم على الإيمان بالإله الواحد، فمتى تربوا على الإيمان به أيقنوا وتحققوا أنكم تركتم أبناءً ليحملوا راية الوطن بعدكم فيحمون الوطن ويدافعون عنه. الإيمان أمر لا بد من العناية به، والمجتمع الذي لا يعتني بإيمان الفرد فإنه يترك أفراداً حالهم حال أناس ضعفاء، والضعيف لا يبني مجتمعاً، والضعيف لا يحمي مجتمعاً، إنما المجتمع يبنى ويحمى بالقوي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: خير الدنيا والآخرة في خمس خصال: في غنى النفس، وكف الأذى، وكسب الحلال، ولباس التقوى، والثقة بالله على كل حال. استمعنا أيها الأحبة الأكارم إلى هذه الكلمة المباركة من فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين في جامعة الأزهر الشريف سابقاً، ونحن هنا في رحاب مسجد فاطمة الزهراء في مدينة نصر بالقاهرة، حيث اللقاء الثالث ضمن الأسبوع الثقافي الرابع الذي أطلقته وزارة الأوقاف المصرية برعاية كريمة مباركة من صاحب الفضيلة معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. أيها الأحبة الأكارم، قال حكيم لابنه يوما: يا بني، ذقت الطيبات كلها فما وجدت أطيب من العافية، وذقت المرارات كلها فما وجدت أمر من الحاجة إلى الناس، وحملت الصخور على كتفي فما وجدت أثقل من الدين. يا بني، عليك بالدعاء فإنه يفرج كل هم. هيا بنا نرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى مع المبتهل الشيخ محمد الجزار. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. لا عليها نعم.
يحيى وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا ولا تخيب رجانا يا سبحان من عنت الوجوه لوجهه فهو الكريم يجيب من ناداه من ذا يردك يا عظيم الشان الله الله يفعل ما يريد بأمره من ذا يردك من ذا يا عظيم الشان هو معجز في ملكه سبحانه هو معجز في ملكه سبحانه وهو وهو الكريم وهو الكريم ووائب الغفران هو معجز في ملكه سبحانه وهو الكريم وهو الكريم ووائب الغفران
قلت يا رب وحباني سترا فيه كل أماني. لك يا إله العالمين دعاؤنا، إياك نعبد والقلوب توحد. لك يا إله العالمين دعاؤنا، إياك نعبد والقلوب توحد. بك نستعين بك نستعين، وأنت عون من ارتجى. نحن العباد نحن العباد، وأنت أنت السيد. إنا رضينا بالشريعة وجهة، الله رب الله والرسول محمد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. صلى الله عليك، والحمد لله رب العالمين. رسول الله يا خير البرايا ويا خير الخلائق أجمعين، على خلق عظيم جئت حقا يؤيده إله العالمين. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، اللهم صل عليه صلاة ترضيك، وصل عليه صلاة ترضيه، وصل عليه صلاة ترضى بها عنا وتقضي بها حوائجنا، اللهم آمين. أيها الإخوة المؤمنون، بهذه الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية التي قدمها المبتهل الشيخ
محمد الجزار، نصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء الإيماني، حيث اللقاء الثالث في الأسبوع الثقافي الرابع الذي أطلقته وزارة الأوقاف المصرية برعاية كريمة مباركة من صاحب الفضيلة معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حيث كنا معكم في مسجد فاطمة الزهراء في مدينة نصر بمحافظة القاهرة، وعملاً بسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لم يشكر الناس. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشكر لإدارة المسجد على حسن الاستقبال وعلى كرم الضيافة ممثلة في فضيلة الدكتور محمود الأبيدي. الشكر لعلماء وزارة الأوقاف الذين شرفونا في هذا اللقاء. الشكر لفضيلة الشيخ عبد الرحمن حافظ حيث كان معنا قارئا، ولمعالي الأستاذ الدكتور أحمد ربيع عميد كلية الدعوة الإسلامية في جامعة الأزهر الشريف سابقا، ولمعالي الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري عميد كلية أصول الدين في جامعة الأزهر الشريف سابقا. الشكر للشيخ محمد الجزار حيث كان معنا مبتهلا. غدا بمشيئة الله تعالى يتجدد اللقاء. هذه تحياتي محمد مصطفى يحيى، شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.